أعطت الحكومة دفعة قوية لعمل لجنة الاستثمار، حيث حرصت شخصيا على التتبع المنتظم لهذه اللجنة، وذلك نظرا للدور الهام الذي تلعبه في تسهيل فعل الاستثمار وتشجيع المبادرات العمومية والخصوصية. وفي هذا الإطار عقدت اللجنة منذ البداية الولاية الحكومية وإلى حدود اليوم 7 ديال الاجتماعات، تم من خلالها الموافقة على 84 مشروع اتفاقية وملاحق بقيمة استثمارية كتبلغ 67 مليار ديال الدرهم، والتي ستساهم في خلق أكثر من 10250 منصب شغل مباشر و33 ألف منصب غير مباشر. وتعد هذه الحصيلة من حيث حجم الاعتمادات المالية المصودة وكذا عدد مناصب الشغل المحدثة إيجابية ومشجعة جدا بالنظر إلى الظرفية التي نعيشها، كما تعكس المجهودات الحكومية المبذولة في هذا الصدد لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.